إلى حالة الطقس المتوقعة، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد. أما عن حالة الطقس المتوقعة ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء في أول الليل، مائل للبرودة في آخره. هذا وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الثلاثاء هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. أما عن درجات الحرارة المتوقعة لليوم مشاهدينا الكرام فهي في القاهرة درجة الحرارة الصغرى فيها هي 20 درجة مئوية، أما الكبرى فهي 30 درجة مئوية. الإسكندرية أيضا 19 الصغرى، 27 الكبرى، مطروح 18 الصغرى، أما العظمى فهي 24. كذلك درجات الحرارة المتوقعة في بور سعيد الصغرى 22، أما العظمى فهي 27 درجة مئوية. نذهب الآن مشاهدينا إلى شرم الشيخ، درجة الحرارة المتوقعة فيها الصغرى هي 22 درجة مئوية، أما العظمى هي 31. الغردقة 20 الصغرى 30 العظمى، أما الأقصر فهي 19 الصغرى أما العظمى 34 درجة مئوية. درجات الحرارة المتوقعة في أسوان 20 الصغرى أما العظمى فهي 35 درجة مئوية. طبعا للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا هاتفيا دكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. برحب حضرتك دكتور إيمان بداية على شاشة أكسترا نيوز وفي هذا الصباح، لو نتعرف منك أكثر عن حالة الجو المتوقعة للنهاردة وأيضا خلال الأسبوع. اهلا بحضرتك استاذه ليلات واهلا بكل الساده المشاهدين. بالفعل طبعا احنا ما زلنا تعتبر درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه لهذا الوقت من العام بحوالي درجتين تقريبا، ده بيأثر على كافه محافظات الجمهوريه، وده طبعا السبب فيه هو كتله الهواء القادمه من شبه الجزيره العربيه بتأثر علينا برياح شماليه شرقيه بتعمل على ارتفاع درجات الحراره. هذا الارتفاع طبعا هو ارتفاع مستمر معانا اليوم وعلى مدار يومين قادمين، لكن هتبدا تنخفض درجات الحرارة تدريجيا مع نهاية هذا الأسبوع وتعود إلى المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام إن شاء الله. أيضا طبعا بنشعر أثناء فترة النهار ما زال الطقس بيكون ما بين مائل للحرارة والحر، وخاصة خلال فترة الظهيرة، أما أثناء الليل فبيكون الطقس مائل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر. طبعا الظهيرة اللي بنحذر منها خلال هذه الفترة هي الشبورة المائية الكثيفة اللي بتأثر على الطرق وبتؤدي لإغلاق بعض الطرق، يمكن أمس تم إغلاق العديد من الطرق، ايضا اليوم طريق اسكندريه الزراعي تم اغلاقه بسبب كثافه الشبوره المائيه وانخفاض الرؤيه الافقيه، فبننصح طبعا بالقياده بهدوء تماما على الطرق السريعه والطرق الزراعيه. هذه الشبوره المائيه الكثيفه مستمره معنا اليوم ان شاء الله وعلى مدار اليومين القادمين. طبعا الشبوره فتره تكونها بتكون تقريبا من الخامسه صباحا وحتى الثامنه صباحا، ثم بتبدا تدريجيا تتحسن الرؤيه الافقيه وتنقشع الشبوره مع سطوع اشعه الشمس. ان شاء الله خلال الفترة القادمة وحتى يوم الخميس القادم إن شاء الله لا يوجد أي فرص سقوط أمطار على معظم مناطق الجمهورية، لكن اعتبارا من يوم الجمعة هيبدأ يكون في فرص سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد، وطبعا احنا هنأكد ذلك مع حضراتكم في تحديثاتنا للنشرات الجوية في الأيام القادمة إن شاء الله. طيب دكتورة إيمان ذكرتي أنه الفترة القادمة يعني أو خلال هذا الأسبوع لن يكون هناك أمطار، ولكن في أول الحديث أيضا قلتي بأنه هناك رياح ربما تأتينا من شبه الجزيرة العربية، نوع هذه الرياح هل هي جافة وأيضا ما هي الظواهر الجوية من الممكن أن نتعرض لها خلال الأسبوع؟ هو طبعا هذه الرياح قادمة من شبه الجزيرة العربية بتمر على البحر المتوسط، فبتتحمل بكميات عالية من نسب الرطوبة، وده اللي بيؤدي لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر. لكن طبعا خلال هذا الأسبوع حتى يوم الخميس ما فيش أي فرص أمطار على كافة مناطق الجمهورية إن شاء الله. طبعا بالنسبة طبعا للظواهر الجوية خلال هذا الأسبوع هي الشبورة المائية فقط في الصباح الباكر اللي بتكون كثيفة على الطرق، لكن طبعا بالنسبة طبعا لباقي فترات اليوم الشمس بتكون ساطعة
على مدار اليوم سواء على القاهرة أو الوجه البحري أو السواحل الشمالية أو محافظات جنوب البلاد. طبعا المتوقع بداية من يوم الجمعة هيكون في فرص أمطار في مناطق مختلفة، ومن أبرزها السواحل الشمالية وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وده طبعا اللي احنا هنأكده في الأيام القادمة. واحتمال سقوط الأمطار يستمر معنا يعني من يوم الجمعة حتى يوم السبت أو الأحد، ده طبعا هيكون معنا في الأيام القادمة إن شاء الله. هطول الأمطار دكتورة إيمان يعني يعطي قليل من التوازن ربما بين حالة الجو نهارا وليلا؟ أكيد طبعا وجود الأمطار إلى حد ما هيكون معاه انخفاض في درجات الحرارة، هترجع للمعدلات الطبيعية. يمكن احنا حتى الآن بنشعر أن درجات الحرارة أعلى من المعدل، ما زلنا بنرتدي الملابس الصيفية أثناء فترات النهار يعني بداية الشتوية في الليل. ده حقيقي فعلا. بداية من الأسبوع القادم هتبدأ تنخفض درجات الحرارة تدريجيا أثناء فترات النهار، لكن ما زلنا يعني ممكن نرتدي الملابس الخريفية، يعني ما زالت الملابس الشتوية يعني ممكن ننتظر قليلا حتى بداية شهر ديسمبر القادم إن شاء الله. طيب ماذا عن حالة الجو أيضا في محافظات الصعيد والوجه القبلي؟ الجو مستقر تماما، الشمس ساطعة على مدار اليوم، في هدوء في سرعات الرياح، درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدل، العظمى بتتراوح من 35 ل 36 درجة، الصغرى بتتراوح من 20 ل 21 درجة على محافظات جنوب البلاد. دكتورة إيمان، هل هناك أي نصائح تريدين ربما توجيهها للمشاهدين، للعاملين في الصباح الباكر، للأطفال الذين يذهبون للمدارس، وحتى للسائقين على الطرق السريعة؟ هو طبعا بالنسبه للسائقين على الطرق الزراعيه والطرق السريعه بننصحهم بالقياده بهدوء، والمناطق اللي بيكون فيها شبوره كثيفه الافضل طبعا ان احنا ننتظر قليلا حتى تتحسن الرؤيه الافقيه عشان ما يحصلش اي حوادث لا قدر الله. طبعا بالنسبه للعاملين في الصباح الباكر والاطفال اللي بينزلوا المدارس في الصباح الباكر، يفضل يكون معانا جاكيت خفيف او الملابس الخريفيه تجنبا للاصابه بنزلات البرد. مهم جدا لكل الساده المواطنين، الفتره القادمه هتكون فتره تقلبات، فمهم جدا ان احنا نتابع النشرات الجوية، وطبعا مهم ان احنا نتحرى الدقه ان يكون من الهيئه العامه للارصاد الجويه، ونبتعد عن الشائعات المنتشره على مواقع السوشيال ميديا. نعم، اشكرك شكرا جزيلا دكتوره ايمان شاكر مدير مركز استشعار عن بعد بهيئه الارصاد الجويه على كل هذه المعلومات التي تفضلتي بذكرها. الى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الجوله لاحوال الطقس واخر الاخبار الجويه. اذهب الان الى زملائي همام ومن الاستكمال ما تبقى معكما من فقرات. شكرا شكرا لله.